من كلمات علي رضي الله عنه قال: ليس الخير. كلمات دي فيها مواعظ جميلة جدا، والمجلس ده من المغرب لي أسئلة وما استفدت منه إلا الكلمات دي، كفاية جدا. قال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك. ده ما الخير المرجو، المال كتر والقروش شنو كتر، القروش كترت والأولاد شنو كتروا، ألهاكم التكاثر حتى زرتم شنو المقابر. الناس هسه بيقولوا كذي، انا سمعت ناس بيتكلموا، ناس بيتكلموا سمعتهم بأذاني. واحد قال: والله فلان ده زول ده عنده قروش، زول ده عبر مره واحد، عبر مشى وين؟ وقاعد في السودان ده هنا، عبر مشى وين؟ وزول كان جمع ولا الدنيا كلها، ده عبر. عبر دي قصده بها يعني مشى شنو؟ مشى بعيد يعني. بعيد دي تخش الجنة، شفتها؟ تخش الجنة دي تكون قاعد في الجنة والشجر الظل شغال والصحابة تشوفن والأنبياء وحور عين وفواكه وإلى آخره، كذيت أمورك تمام. لكن قاعد هنا يوم كتاحة ويوم الكهرباء قطعت ويوم تمشي الغاز والصف والبنزين وكذا لسه شغلة دي لسه. قال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر عملك ويعظم حلمك. إنه عملك ده يكون شنو؟ كثير، وهو العمل الصالح، وهو على وهو يوافق السنة، وأنت مخلص فيه لله تعالى. وبعدين حلمك يكون أيضا عظيما، ليتكون زول صبور، تكون زول حليم، وتجتهد في الطاعة. زول يا جماعة الموفق ده في الخير هو الذي يجتهد في الطاعة. يعني لو الشهر الفات بتقرأ في اليوم جزء، الشهر ده تقرأ شنو؟ جزئين. وهكذا تكثر من الذكر والاستغفار وإلى آخره. طيب، قال: ولا خير في الدنيا إلا لأحد رجلين. رجل أذنب ذنوبا فهو يتدارك ذلك بتوبة. شكي سعيد بن جبير رحمه الله قال له: من أعبد الناس؟ قال: رجل أذنب ذنبا ثم تاب منه، كلما عمل عملا صالحا تذكر ذنبه فانكسر لربه وحقر نفسه. ذا عبد الناس. والإنسان ما يفهم من الكلام ده إنه يمشي يعمل الذنب، لأنه أصلا نحن أذنبنا في الحياة دي، ما فينا زول معصوم، وقعنا في ذنوب وكذا، وتمشي في الشارع مرات تشوف إلى آخره. لكن إنسان يتوب إلى الله توبة نصوحة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تفسير سورة التحريم، قال ابن كثير رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. قال ابن كثير: أي توبة صادقة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: التوبة الصادقة، التوبة النصوح، أن يذنب العبد ثم يتوب من ذنبه ثم لا يعود إليه. طيب، قال: رجل أذنب ذنوبا فهو يتدارك ذلك بتوبة، وقال في ذنوب تاب منه. قال: أو رجل يسارع في الخيرات، ذاك برضه موفق. قال: ولا يقل عمل في تقوى. لو زول تقي عمله ده ما قليل. قال: وكيف يقل ما يتقبل؟ لأن الله تعالى قال: إنما يتقبل الله من المتقين. ليه يا جماعة الكلام ده قالوا؟ لأنه زول لما يكون تقي ولو عمل عملا قليلا وهو تقي، تقي يعني يفعل الطاعة ويجتنب شنو؟ المعصية. ما دام عمل العمل الصالح ولو كان قليلا وهو تقي، فإن الله يتقبل منه. إنما يتقبل الله من شنو؟ من المتقين. وما دام الله يتقبل منك فإن الله يضاعف للعبد، كما في سورة الأنعام: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها.
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلا وهم لا يظلمون. طيب الكلمة الثانية قال عن مهاجر ابن عمير قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن أخوف ما أخاف إن أخوف ما أخاف اتباع الهوى وطول الأمل. زول يا جماعة بيتبع هواه بس مزاجه ده وافق الحق ما وافقوا في النهاية بشنو داير بس يكون مزاجه ده مرتاح بس شيء ضايق وبيعكر وما داير. ولو كان الحق ما دام ما وافق هواه وما داير. والحاجة الثانية طول الأمل طول الأمل عدم تذكر الموت. وده يا جماعة أي واحد فينا يسأل نفسه الآن يسأل نفسه في بعض الناس بيستقيم يقول لك أنا لي سنين ما في يوم إلا بتذكر الموت بقول يمكن أموت الليل. وفي واحد بيستقيم أول أيام يبكي ويتوب تلقي الجامع بدري توضى قبل الأذان وكذا تلقاه يقرأ القرآن يتدبر تلقى بالليل يقوم يصلي ويغض بصره ويفعل الطاعة ويجتنب بعد أيام يطول عليه الأمد كل مرة شنو إرخي إرخي إرخي. بعد فترة تلقاه ظاهر الاستقامة لكن قد ينوم بالفجر صلاة الصبح دي ماشي والمنبه يشتغل إيغاف ولا شنو كذي بعد دقيقتين يدوس إيغاف طوالي وينوم واصل في نوم وتلقاه الموت ما بجيب له سيرة. بل بعض الناس رأيتهم بعيني في المقابر يضحك واحد في نص القبور والله شفته في البلد شغال أزمة المريخ ده يلقون ده جوا جنب جوا المقابر ذاته شغال هلال ومريخ. هذول الشغل ده هنا صعب بعدين المفروض انت تتخذ وكذا. فالزول يا جماعة دائما الموت ده يتذكر. انت لو طوال بتتذكر الموت بتحسن العمل. وجرب الكلام ده قلت انك الليلة بتموت حسي لو زول قال له انت جاك فشل كلوي ولا سرطان دكتور قال له اسمع اخر حد ما الاجل ده بيد الله الامر ده بيد الله لكن بحساباتنا نحن كبشر اخر حد فاضل لك 5 يوم بعدها زول شغل ده جوا بتلخبط مره واحده جوا الخمسه يوم دي تسوي فيها شو الخمسه يوم دي اسالكم بالله بيلعب فيها كشتنا ولا ضمنا ولا يقول في مسلسل انا تابعه ولا في حاجه كان دردمه. يا زول 5 يوم دي كان نعي الذات يقول لك يا زول لي 5 يوم بعدها قبر وقيامه وشغل ثقيل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اوكي واصل في الخير انت ما معروف يمكن 5 يوم دي انت تكون عمرك اقل منها صح ولا ما صح. ناس كتار واحد يركب عربيه ينزلوا منها لانه بموت فيها. واحد في حي الروضه واحد من اخواننا اسمه احمد قال لي في حي الروضه جاء واحد وقف في الاسطوب الاسطوب حمر بعد شويه بقى خضر الناس شغالين تيد 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 والزور رقد بس في الهين. وراني عمارته والله شفتها بعيني حاجه كبيره ضخمه مره بيته قال لي ده بيت الزول المات. جو الناس هايجين يا زول ما تفتح الشارع لقوه شنو راقد فضوا العربيه ولزوها ابا شوف جاي وقع في غادي طوال مات. يعني اذا ملك الموت واقف له وين مع الاسطوب براه وقف شالوا روحه مشى وكان مشى ذاته كان بيموت لكن الله كتب لك دي. ودي عبره للناس وغيره من الاشياء. فالزول يا جماعه يخد في اي لحظه بموت يمكن مجلسنا ده سمنتم ومجرد ما املك بقى قصير انت بتجتهد في الطاعه. قالوا من ذكر الموت أكرم بثلاث. أي زول طوال بيتذكر الموت تلقاه الله بنعم عليه بثلاثة بتعجيل في التوبة ونشاط في العبادة وإحجام عن المعصية 3 أشياء. لذلك نسأل الله يوفقنا وإياكم للخير. قال إن أخوف ما أخاف اتباع الهوى وطول الأمل. فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق
شكيف القرآن الله ذكر الهوى في مقابلة الهدى، قال في سورة النجم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هوى وهدى. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أفكلما، طيب، قال: وأما طول الأمل فينسي الآخرة، ألا وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة، يعني ارتحلت وجاء وذهبت مدبرة، دي الدنيا ماشية منك، ألا وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ديك ماشية منك ودي شنو جاية عليك الآخرة وانت ماشي عليها، انت مفروض تكرم الجاية عليك ولا الماشية منك. الشيخ محمد بن هادي قال: الرجل يأتي إلى المجلس، بيشرح في الكلام ده، قال: فيقوم رجل فيستقبله ويقوم رجل فيذهب عنه، قال كلام بالمعنى، انت اكرمك القام ومشى منك ولا القام استقبلك؟ القام عشان استقبلك. قال لك: الدنيا ارتحلت مدبرة ماشية منك، والآخرة ارتحلت مقبلة يا عليك. قال: ولكل واحدة منهما بنون، آخر عندها ناس والدنيا عندها شنو؟ ناس أولاد. فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، الليلة تعمل ما في حساب، وغدا حساب ولا عمل، وغدا حساب ولا عمل. الزول يكون من أهل الآخرة، كما قال الإمام النووي رحمه الله في مقدمة رياض الصالحين، قال: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. يعني بقوا الدنيا دي زي البحر وأعمال زي شنو؟ السفن. سفين تقدير تجيها تمام، ما يكون فيها قد، ما يكون فيها كذا، وأمشي. فإنت العمل ده نجده تمام، سنة والإخلاص. أي عمل بدعة زح منه، بدعي بك زاي، زول شايل له جراب مالي وتراب، تقلوا لا ساعدوا في سفره ولا استفاد منه، وملاه ساي، ملا جرابه ساي. أي تقول ساي، انت ما تدعي بنفسك في البدعة ساي، تعبان فيها، تقوم بالليل تدقدق تل تل تل، سهر الليل القرد قرش، قال لك قرمش قرب انت، وتعبان ولف بكراع واحد، الدين ده ما في ولف بكراع واحد، الدين ده تمش بكرعين اثنين وتمش الى الدعوة والجامع وكذا وكذا الى اخره، تمشي تمام، تكون زول على الاستقامة. سبحان الله دي سنة، سبحان الله دي أكثر من أفضل من ليلة كاملة قايم فيها نفسك وتعبان وتاكل في الرز وفي الفتة ولافي وبدعة ساي. سبحان الله، بصل في ثواني دي سبحان الله أفضل من ليلة كاملة بتاعت بدعة تعبان فيها. طيب، الكلمة الثالثة، قال علي رضي الله عنه، ابن الجوزي قال عن عاصم ابن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: ألا إن الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله، ده الفقيه في الدعوة وكذا، الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يؤمنهم من عذاب الله. ما تقنط الناس من الرحمة، تقول لهم انتوا فاشلين وما بتنفعوا وكذا وكذا وكذا، وانتوا أصلوا النار، أصل النار دي ما خلقوها ليكم انتوا، ما فيكم خير. واحد قال في مسجد هناك في الأزهري، قال لهم في السلمة جنب القسم، قال لهم: أنا سنة كاملة شغال فيكم، أنتوا ما بتتغيروا؟ قال لهم: يا أخي السنة دي الزول لو زرع بيجيوا حصاد، قال أصله ما بتتغيروا أنت مش سنة، ونوح عليه السلام 950 سنة ما قال العبارة دي، 950 سنة، انت اشتغل بس بلغ الدعوة دي ومشي. يمكن زول عثيمين قال
احيانا الداعي الى ان يموت لا يرى اثر دعوته. تقول كلام وتمشي، ناس بعد تموت يتذكروا كلامك ده ويستغيموا، الله يكتب لك الاجر. انت الا تشوف في عينك، واصله انتخابات، انت بس بلغ الدين ومشي. في ناس ولا بتعرف اسمائهم ويشيلوا الحق ويمشوا ينشروه في القرى وفي المدن وفي غيره وفي المجالس وفي غيره من الاشياء. كلمه انت تقولها هنا يقولوها يتونسوا بها في طياره فوق في الجو وكذا وكذا، ويقولوا نصائح انت تخلص لله سبحانه وتعالى. طيب، ولا تقنطوا الناس من رحمه الله ولا تؤمنوا من عذاب الله. قول لهم لا لا، انتوا زي ذاك واحد اسمه خليفه قال جايبينه في المولد في صيوان، قال لهم انا شفت الرسول في المنام صلى الله عليه وسلم، والرسول شيخني. قال لي يا شيخ خليفه وذاته، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم اداني امان وانا بامنكم، اداني ضمان وانا بضمنكم بضمان الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني انا بضمنكم انتم. اوه كان الناس بيجوا يبكوا يصرخوا جنب ده خليفه ذاته. لذلك انت تخوفهم من عذاب الله من غير ما يقنطوا من رحمه الله، وتدعوهم الى رحمه الله سبحانه وتعالى من غير ان تؤمنهم. لا تقنطهم من الرحمه ولا تؤمنهم من عذاب الله. عشان كده ابن القيم قال: والسائر الى الله كالطائر راسه المحبه وجناحاه الخوف والرجاء. قال: فمتى انكسر احد جناحيه سهل اصطياده، اي من قبل اعدائه. يعني انت في العباده زي الطيره الطائر، زي ما الطائر عنده راس وعنده جناحان، انت تسير الى الله بالمحبه كانه راس العباده، المحبه كانه الراس وهو راس العباده، وبالخوف والرجاء. تخاف من عذاب الله وترجو شو؟ لما تخاف ما بتقع في المعاصي، ولما ترجو رحمه الله بتعمل صالح، عشان انت بترجو الثواب من الله سبحانه وتعالى تعمل صالح. طيب، قال: ولا يرخص لهم في معاصي الله. يقول لهم حلال ساعة عشان يرضوا منه. في ناس فتوة، الفتوى ما يطلبه المستمعون وما يرضي المستمعين، الشيء اللي بيرضيهم بس. يجي واحد غضبان يقول: يا مولانا المسألة دي كذي ولا ما كذي؟ هو يعاين كذي، يقول الزول لك أنا قلت له الحق، بيقول أنا جاهل ساي أخيرا جاسفة معه. يقول له بالراحة: أسمع، ما هي المسألة دي فيها أقوال؟ يقوم يديه الحق، يشوفه غضب، لكن في قول ثاني. هو لا بقول ولا إيش، كذاب ساي. أنت قول الحق، قول له بأسلوب طيب، قول له أنت فاهم كذي لكن الصح كذا وكذا والأدلة كذا وكذا وكذا. قول الحق ما ترضي أرضي ربك سبحانه وتعالى. طيب، ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره. ذول لقى القرآن ده، بدل بعض الناس تلقى يشغل في الأناشيد: ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن، إن الغريب له حق لغربتي ولا جنوة بعرف، على المقيمين في الأوطان والأهل، لا تنهرن غريبا حال غربتي. تلقاه يبكي يبكي ليه؟ لأنه يتأثر بالأناشيد أكثر من القرآن. والله الذي لا إله غيره، يجرون بأناشيد لما يودون. أنت قال هسه السرورية والدواعش ديل يبدو مرات بحاجات زي دي. شاب بس من بيته كذي بيكون مصنقر، يقوم يبقى تكفير، يمشي داعش ويمشي آخر. أنت قايلها كذي بيبدو لهم بأشياء. شفت قصايد هزتني تريريم، وهو بعد ذاك بيبقى يتهز براب. هزتك شنو يا زول؟ ما بعرف، وأنين السكالة وإلى آخره. بعد شوية يبقى يفكر فلسطين والناس ديل، وجو ناس محتلين وإلى آخره، وغير على الدين. لحد هنا أنت عندك غير على الدين كويس، متألي منه فلسطينيين وفي ناس محتلين اعتدوا عليهم وكذا، دك حاجة طيبة، حاجة طيبة ما أنكرنا، بل شيء مطلوب. لكن الوسيلة الشرعية اللي بتدفع بها الشر شنو؟ واللي بتنتصر بها على أهل الباطل شنو؟ يقوم طوال يمرق، بعد شوية يدوه مقاطع في اللابتوب،
بعد شوية ينبذوا له الحكام، بعد شوية هؤلاء الطواغيت، بعد شوية البلد دي، بعد شوية قبلت بسمع لي في مقطع واحد اسمه خالد المولد المذيع قال لي انت رايك في السعودية دي شنو؟ قال لي ده جد كفار، قال لي كفار الحكام ولا المواطنين؟ قال لي كلهم كفار حكام والمواطنين. المذيع قال لي وانا انت كافر مرتين؟ قال لي والله قبل بسمع فيها يعني. قال لي انت يا خالد انت الوحيد المسلم في السعودية؟ قال لي لا في العالم كله. انت فهمت كلامه؟ يعني قال لي انت المسلم الوحيد في السعودية؟ قال لي لا في العالم كله، ولا ما في السعودية يعني العالم ده جد كافر الا واحد بس مسلم وتكفيري. اقولها يا اخي. وزمان الحسن البصري قال طاف خارجيان بالكعب بالبيت، هون من الخوارج اثنين تكفيرين بدري طافوا بالبيت، فقال احدهما للاخر كل هؤلاء من الكفار، ده كلهم بخشوا بعدين النار وكفار وكذا الا انا والتوزيع. قال جنة عرضها السماوات والارض لي انا وانت تركتها لك. خليت ليك ذاته. طيب فالانسان يا جماعه دائما يعود نفسه وقلبه يخشع بالقران، مش بالاناشيد يجيبوا لك محسنات صوتيه وواحد في نص الكلام يقول لك حاجات زي دي وانت براك شنو تبكي وتعيش في اوهام زي دي. انت عود نفسك القران ده ابرك كلام. في بعض الناس كده تلقاه يسوي له رمز في موبايله وبيسمعها بالليل، سماعه يتلفت ويسمعها براو. ما تسمعها يا زول، غلبتك الشغل سوي لك موبايل زي حق كده هو يعني ذاته راح ولا سوي لك موبايل ضغطات زي بس وخليه من غير ذاكره ومن غير. قلت عود قلبك ده يخشع بالقران، ده احسن كلام. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها الى اخره. قال ولا خير في عبادة لا علم فيها، إنسان يتعلم، ولا خير في علم لا فهم فيه، تفقه هذا العلم النصوص لما تشيله تفهمه. قال ولا خير في قراءة لا تدبر فيها، إذا قرأت القرآن لا تكتفي بمجرد أجر التلاوة وإنما تدبر هذا القرآن. الكلمة التي بعدها الرابعة قبل الأخيرة، قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما انتفعت بكلام أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتفاعي بكلام بكتاب كتب به إلي علي بن أبي طالب، فإنه كتب إلي كلمات جميلة جدا. قال له أما بعد فإن المرأة اللي هو الرجل يسوءه فوت ما لم يكن ليدركه، شيء الله ما كتبه له وهو دائره يقوم يتألم الكلام ده يسوءه، ويسره درك ما لم يكن ليفوته. كمان الله شيء كتبه له مجرد ما يدركه يقوم يفرح به فرح شديد، فرحا شديد. قال فليكن سرورك بما نلت من أمر آخرتك، ده المفروض يفرح. ما كنت بتصلي الفجر في جماعة الأيام دي الله فتح عليك ووفاك وبقيت تصحى بدري وكذا، كلام ده يفرحك أكثر من إنه أنت كنت مفلس ولقيت 10 مليون أو 20 أو 30 أو غير. طيب وليكن أسفك على ما فاتك، على ما فاتك منها، يعني من أمر الدنيا، من أمر الآخرة، يعني من أمر الآخرة تتألم وتتأسف لما فاتك من أمر الآخرة وتفرح لما أدركت من أمر الدنيا. قال من أمر الآخرة. قال وما نلت من دنياك فلا تكثرن به فرحا، وما فاتك منها فلا تأس عليه حزنا، وليكن همك فيما بعد الموت. دي الجملة الأخيرة دي يا جماعة هم كلمة يمكن، وليكن همك ما بعد الموت بس. المجلس ده كله يتأمرك منه وليكن همك
ما بعد شنو؟ الموت. هسه انت فكر الليل والنهار في الموضوع ده بس. انا بعد اموت ودخلوني شبر، والشبر ده تراب، لا فيه اكل لا فيه شراب، لا من امر الدنيا، لا فيه نفس، لا فيه لا فيه مروحه، لا فيه نور، لا فيه كذا، وسنه وسنتين وثلاث وما معروف لمتين الى ان تقوم الساعه، وقاعد براك واولادك هناك يضحكوا، وزوجتك اتزوجها واحد تاني، وبيتك يسكنوا فيه، وامورك كلها في السوق يشيلوها وأش الى اخره، وبقيت براك في القبر. انت القبر ده ماشي له اعد له، زي ما في البخاري ومسلم عن انس رضي الله عنه قال: يتبع الميت ثلاثه، اهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع اهله وماله ويبقى شنو؟ عمله. انت ماذا تعب كثير جدا في البر جعو، وتهمل اهمال عظيم، اهمالا عظيما في شنو؟ اللي بيقعد معاك جوا في القبر. واسي لو قالوا لاي واحد فينا بكره بتموت، الليله بتموت، الليله لو قال لك الليله بتموت، يا تعمل اللي انت هسه خاتيه يانسك في قبرك، ويجيك كصوره رجل ابيض الى اخره وكذا وكذا وكذا. جاتو الزول يا جماعه اجتهد في الطاعه، خد فينا بقول انا دار اختم القران ده اجر، بس اخدته للاخر قبر والاخر، امشي من الليله اقرا، اجتهد، سبح، استغفر، حافظ على الدروس، بلغ الدعوه، اجتهد في الطاعه، ما تمل، ما تتضايق، ما يكون مجالسك كلها مجالس استئناس حتى مع اخوانك. قال ابن القيم: آفة الجلوس مع الإخوان ثلاث، ثلاث آفات، ثلاث آفات. قال: أن يخرج من الطاعة إلى العادة، بس بقى متعود شنو؟ يجالسهم بس. وأن لا يكون فيما ينفع، ما في أمر آخر، في أمر دنيا. ثلاثة قال: التزين، يجلس مع أخوانه يتزين في وسطه، يعمل فيها أعبد زول وأحسن زول وأقوى زول في المنهج يا زول انت اجتهد في الطاعة لله سبحانه وتعالى. طيب، وكما قال رحمه الله، راجعوها في الفوائد. الكلمة الخامسة والأخيرة، قال عن أبي أراك بالتاء مربوطة، عن أبي أراك قال: صليت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلاة الفجر، صلى بهم صلاة الفجر علي رضي الله عنه، فلما سلم انفتل عن يمينه، يعني جلس عن يمينه بعد أن كان مستقبلا القبلة، مستقبل القبلة. قال: ثم مكث كأن عليه كآبة، سكت مسافة أو عام مسافة، كأن عليه كآبة رضي الله عنه. قال: حتى إذا كانت الشمس على حائط المسجد قيد رمح، قال وقلب يده، قلب يده أو قلبه، وبعد ذاك شنو؟ خاطب التابعين ديل وبعض الصحابة الجالسين، قال: لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده يعني فيه موعظة بليغة وعظ بها علي رضي الله عنه الناس بعد صلاة الفجر. قال: لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أرى اليوم شيئا يشبههم. ذلك كانوا باجتهاد في الطاعة. قال: كانوا يصبحون شعثا صفرا غبرا، ده من شدة العبادة من الليل، شعثا صفرا غبرا، بين أعينهم أمثال وكب المعزى، يعني الوكب المعروف الذي يكون في شنو؟ في الركب، أو الذي يكون بسبب وقع الجمر في الجسد. قال: قد باتوا لله سجدا وقياما، يتلون كتاب الله، يراوحون بين جباههم وأقدامهم، أي بين يدي ربهم سبحانه وتعالى، فإذا أصبحوا فذكروا الله ما مادوا كما تميد الشجرة في يوم الريح، من شدة تعبهم ومن شدة عبادتهم من الليل.
قال وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم والله لكأن القوم باتوا غافلين. بعد اجتهاد ده قال لهم كأن القوم باتوا غافلين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال ثم نهض فما رؤي، يعني بعدها يضحك علي رضي الله عنه بعد هذا الكلام، حتى ضربه ابن ملجم، عبد الرحمن بن ملجم آخر شيخة به ابن الجوزي رحمه الله، كان ذكر كلاما اختصرناه. قال قال العلماء بالسير ضربه عبد الرحمن بن ملجم، ضرب علي رضي الله عنه بالكوفة يوم الجمعة 13 بقيت من رمضان، وقيل ليلة 21 منه من رمضان سنة 40، فبقي الجمعة والسبت والسبت، ومات ليلة الأحد الأحد. وغسله ابناه عبد الله بن جعفر، غسله الحسن والحسين ومعهما عبد الله بن جعفر، وصلى عليه الحسن ودفن في السحر يعني قبل الفجر. قال وفي سنه في عمره العاش في الدنيا أربعة أقوال، أحدها 63 والثاني 65 سنة والثالث 57 والرابع 58 سنة رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين، إذا مد الله في الآجال ووفق نأتي ونكمل إن شاء الله بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم بقية من ذكر ابن الجوزي رحمه الله في هذا الكتاب. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.